الأستاذة سعاد بن نور، أستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق. اجتمعنا لهنا اليوم باش نتكلموا على مدونة الأسرة والإصلاح أو إصلاح المدونة بصيغة شاملة، وما هي الاقتراحات اللي كنقدموها كمنظمة نساء الاتحادية لتعديل المدونة، واللي بطبيعة الحال الهدف ديالها هو إحقاق الاستقرار أو تحقيق الاستقرار الأسري داخل الأسرة المغربية والإصلاحات اللي ممكن تفيد في هذا الإطار. شكرا. اليوم في حي الرحمة تأكد لنا على أنه إمكانية ديال إصلاح مدونة الأسرة متوفرة، وأنه محتاجين فقط نسمعوا للناس اللي عندهم تجارب مع هذا القانون. هذا القانون محتاج أنه يتعدل بلا صراع وبلا تقاطبات مجتمعية وبلا إيديولوجيا، محتاج يتعدل فقط أننا نرجعوا للثقافة ديال هذه الأرض المغربية اللي من خلالها ممكن ديروا إصلاح تينصف الأسرة المغربية، تينصف طرفي هذه الأسرة، وتحقق لنا مصلحة الفضلة للطفل. المغاربة قادرين يحلوا مشاكلهم بالحوار وبالإنصات دون أن شي واحد يدير مزايدات سياسوية في هذا الموضوع. هذه الندوة كانت الأهمية ديالها هي توعية المواطن المغربي فيما يخص ما يجول في مواقع التواصل الاجتماعي من مفاهيم غالطة على مدونة الأسرة، وكذلك تطرق لبعض النقاط التي يجب تعديلها لتصحيح مدونة الأسرة باش تكون عندنا واحد الأسرة متوازنة في كاع الأفراد ديالها، يعني الأب الأم والأبناء.